الى اي مدى هيفضل اللجوء لقطر؟ قطر هي المورد الاساسي للاموال، للغاز، للمعونات، ما هو قطر كمان مش هتقدر تدعمك للنهايه. دي كارثه كبرى، ان انا بعتقد انه جزء انه النظام هنا لم يضر نفسه فقط بعدم فهمه، لكن اظن اساء لاصدقائه. لم يحدث ان كانت قطر متعرضه في مصر لهجوم زي اللي هي متعرضه له. عايز اقول لك انه من حاجات المشاكل اللي شايفها مع الاسف الشديد ان هناك معركه قبليه تجري على الارض المصريه. في معركه تجري بين بصراحه كده بين قطر وبين السعوديه، وهي موجوده تجري على الارض المصريه، واي حد يفتح صفحات الجرايد ويطل كده يلاقي فيه اشياء في الصراع، يلاقي فيه اشارات طائره في الهواء. هذه معركه تحارب على الارض المصريه، وهي معركه في احسن احوال قبليه وبمليش دعوه بيها. لكن الغريبه جدا ان انا يمكن اخواننا القطريين اخطاوا في بعض الاشياء، لكن انا بعتقد انهم اخطاوا مثلا في الجزيره مباشر، انا لا ازال بعتقد اخطاوا بتاييد الاخوان المسلمين، التاييد الظاهر او على الاقل هذا الذي بدا ظاهرا، لكن هم مع الاسف الشديد هم البلد الوحيد اللي قدم مساعدات حقيقيه في حين باقيين امتنعوا. فانت تصوري بقى نظام يسيء الى نفسه، ممكن يسيء نفسه ثم يضر اصدقائه ثم يصل باصدقائه الى موقف انهم حتى يمتنعوا مش قادرين يتصرفوا. فانت عايز اقول لك انه انت عندك مشكله اداره ومشكله اولويات ومشكله فهم بلا حدود.